السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درستم أعزائي الطلبة سابقا أنواع الحركة كالحركة الخطية والحركة الدائرية، وسوف نتناول في هذا اللقاء واللقاءات التالية موضوع الحركة التذبذبية والموجات. ونبدأ لقاءنا لهذا اليوم بموضوع الحركة التوافقية البسيطة. لاحظ عزيز الطالب هنا هذا الشكل يمثل جسم معلق بنابض سحب إلى أسفل إزاحة معينة ثم ترك ليهتز. لاحظ هنا عندما يصل إلى هنا هناك قوة معيدة تعيده إلى أعلى، وإذا وصل هنا هناك قوة معيدة أيضا تعيده إلى الوضع الأصلي، فهنا وجود قوة معيدة. فأي نظام يتحرك وجود قوة معيدة وهذه القوة المعيدة تتناسب طرديا مع مقدار الإزاحة الحادثة تسمى هذه الحركة حركة توافقية بسيطة. لاحظ هنا من هنا، لاحظ نتابع من هنا إلى هنا، هذه أقصى إزاحة تسمى سعة الاهتزازة، أو من هنا إلى هنا سعة الاهتزازة. إذا الحركة التوافقية البسيطة ما هي؟ هي حركة دورية ناتجة عن قوة معيدة تتناسب طرديا مع الإزاحة باتجاه معاكس. الحركة الدورية هي حركة تعيد نفسها باستمرار، هذا معنى الحركة الدورية. والقوة المعيدة مسؤولة عن الحركة التوافقية البسيطة تعطى بالعلاقة حسب قانون هوك. هذه علاقة قانون هوك، قوة معيدة تساوي سالب ألف دلتا سين. ألف هي ثابت المرونة كما قلنا سابقا في الفصل الأول، ودلتا سين الإزاحة عن موضوع الاهتزاز. سعة الاهتزازة هذه من هنا إلى هنا، وهي أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز عن موضع الاتزان. حتى تستمر الحركة التوافقية البسيطة يجب أن يشكل نظام الكتلة النابض نظاما محافظا. نظام محافظا أي معزولا عن قوى الاحتكاك والمقاومة أو أي قوة خارجية غير القوى المعيدة. فهنا نظام محافظ يكون الشغل خلال مسار مغلق يساوي صفر، والشغل يساوي تغير الطاقة الميكانيكية. إذا تغير الطاقة الميكانيكية يساوي صفر، وبالتالي نقول أن الطاقة الميكانيكية هنا ثابتة مع الزمن، وبالتالي تكون سعة الاهتزازة سين عظمى ثابتة أيضا مع الزمن. لو أن هناك قوة خارجية كقوة احتكاك المقاومة سوف تتخامد الحركة تدريجيا، وبالتالي تكون سعة اهتزازها سين عظمى تقل تدريجيا. هناك علاقات مربوطة أو خصائص مربوطة بالحركة التوافقية البسيطة وهي الزمن الدوري والتردد. طبعا الزمن الدوري هو زمن لازم لعمل اهتزازة كاملة وتقاس بوحدة الزمن أو وحدة الثانية. إذا الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز حتى يكمل اهتزازة كاملة ويقاس بوحدة الثانية. التردد هو قديما هذا الكلام بالنسبة إليكم، التردد هو عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة. هذه علاقة أيضا عن التردد، يساوي عدد الاهتزازات على الزمن، ووحدة قياس التردد هي اهتزازة لكل ثانية، وهي تختصر أو اصطلاحا يسمى بالهيرتز. يعني 1 هيرتز يساوي 1 اهتزازة على 1 ثانية. والعلاقة بين التردد تعداد والزمن الدوري زين صفر يساوي بهذا الشكل. هذه علاقة مهمة عليكم تذكرها جيدا. فكر، ما المقصود بأن جسم يهتز بتردد 25 هيرتز؟ أرجو أن تعطي إجابة قبل أن نحن نقول الإجابة. لعلك توصلت إلى الإجابة التالية.
لأن الجسم يعمل 25 اهتزازة كاملة خلال ثانية واحدة. تمام. هنا في هذا الشكل حركة توافقية بسيطة على شكل أن الجسم يتحرك حركة توافقية، الجسم يتحرك على مسار دائري عفوا. هنا الجسم، هذا الجسم بدأ من نقطة على محور الإزاحة، ولكن كم الزاوية هنا؟ صفر. بعد زمن معين صنع زاوية ثيتا، وبالتالي هذه المركبة منطبقة على محور الإزاحة كم تساوي؟ س عظمى بجتا ثيتا. هنا الجسم لم يبدأ من الصفر، بدأ من نقطة، بدأت حركته من نقطة تصنع أو يصنع متجه الموضع أو منقار زاوية فاي، وهذه الزاوية فاي تسمى ثابت الطور، ثابت الطور، وهي الزاوية التي تبدأ عند الحركة. بعد فترة معينة تحرك من نقطة واحد إلى نقطة اثنين، وأيضا مسح أو قطع الزاوية ثيتا. إذا الزاوية الكلية المقطوعة من هنا إلى هنا ثيتا زائد فاي. إذا هذه المركبة كم تساوي هنا؟ س عظمى تجي الموضع موقع في جهة الزاوية الكلية. إذا الزاوية الكلية هنا ثيتا زائد فاي، إذا كم يساوي المركبة؟ المركبة الأفقية تساوي جتا ثيتا زائد فاي. طبعا هنا ثيتا زائد فاي تسمى زاوية الطور، إذا فاي ثابت الطور وثيتا زائد فاي تسمى زاوية الطور. أرجو الانتباه جيدا. هذه هنا إعادة يمكن تمثيل معدل حركة الإزاحة للحركة التوافقية البسيطة بالاقتران الجيبي على الصورة س زائد الاقتران مع الزمن تساوي س عظمى زائد جتا زاوية الطور. هنا س عظمى سعة الاهتزازة، ثيتا زائد فاي زاوية الطور، وفاي ثابت الطور، وكما قلنا سابقا. وهذا الاقتران رسم بياني للعلاقة الجيبية، الاقتران الجيبي. هنا مع لننتبه جيدا، هنا عزيز الطالب أرجو انتباه، هنا من نقطة واحد إلى نقطة اثنين الجسم يقطع مسافة، إذا قسمنا المسافة على الزمن نحصل على السرعة الخطية، لكن إذا قسمنا الزاوية المقطوعة ثيتا على الزمن نحصل على مفهوم جديد يسمى السرعة الزاوية. وهنا الزاوية تقاس بالراديان ليس بالدرجات. لاحظ هنا، نلاحظ من الشكل أن متجه الموقع للجسم نصف القطر يمسح زاوية مقدارها ثيتا، وحدة الراديان خلال الزمن مقداره كم؟ زين، من هنا إلى هنا، من واحد إلى اثنين عفوا، هذا الزمن الزاوية المقطوعة من واحد إلى اثنين، فنقول أن سرعة الزاوية تساوي أوميجا، رمز أوميجا، الزاوية المقطوعة على الزمن. طبعا السرعة الخطية كم تساوي؟ المسافة على الزمن، هنا سرعة الزاوية، وأوميجا تساوي ثيتا على الزمن، ووحدة قياس السرعة الزاوية هي راديان لكل ثانية، راديان لكل ثانية، السرعة الزاوية هنا تقاس راديان لكل ثانية. لننتبه جيدا، فالزاوية بالراديان والزمن بالثواني، إذا تقول وحدة قياس السرعة الزاوية بالراديان لكل ثانية، هنا مفقودة الإجابة. هنا أوميجا تساوي ثيتا على الزمن، بالضرب التبادلي ثيتا كم تساوي ثيتا؟ أوميجا في زين في الزمن. لذلك من هذه المعادلة س في زين، هذه مرت معنا للتو، س العظمى جتا ثيتا زائد فاي، نستبدل ثيتا ب أوميجا زين سرعة الزاوية بهذا الشكل، بالتالي نحصل على المعادلة العامة للحركة التوافقية البسيطة التي تعطينا مقدار الإزاحة مع الزمن، وهي كالتالي: إزاحة التوافق البسيطة علاقة مع الزمن تساوي س عظمى